في الحديدة أيضا أقامت مدرسة أبي القاسم في مديرية حيص حفلا تكريميا للمعلمين والطلاب المتفوقين في المراحل الدراسية الأساسية. وفي الحفلة تم تكريم المعلمين والمعلمات بما فيهم المتطوعون الذين يعملون في المجال التعليمي منذ عدة سنوات في ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء الحرب وغلاء المعيشة. ويأتي هذا تكريم تقديرا لدور المعلمين والمعلمات الذين يشكلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال. احتفالية بمناسبة تكريم المعلمين اللي يبذلوا جهد كبير في إداء أعمالهم وتحمل مشقة التعليم، فقمنا اليوم بهذه المناسبة بتكريمهم وعمل رد الجميل بالجميل بما يتحمله المدرس ومن معاناة المدرس بدون رواتب بدون أوضاع اللي يمر بها أوضاع يعني أوضاعنا صعبة شوية، فإنما أنا بدأ مبادرة من إدارة المدرسة أبي القاسم ومن مكتب التربية بتكريم الأخوة المعلمين والمعلمات في هذه المدرسة. فرحتنا اليوم بتكريمنا في مدرسة أبي القاسم، نشكر مدير المدرسة الأب الفاضل علي محمد شهاب ووكيلة المدرسة أستاذ سعود، نشكرهم جدا وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم بنا، وإن شاء الله نكون قدوة لطلابنا في المستقبل إن شاء الله، ونكون مدرسات تمام وإن شاء الله.